احلى. شوفوا هدول اليقطينات. السلام عليكم، انا ران. وانا جودي. وانا سيلين من قناة داداتيز. بهذا الفيديو رح نجرب منيو الهالوين النازل عند المطاعم والكافيات. في اشياء بتحمس. اليوم لابسين لكم هيك اشياء تنكرية خفيفة لطيفة، ولابسين الوان الهالوين برتقاني وبنفسجي. بس عن جد شو رأيكم باكسسوارات الهالوين؟ والله حاسستنا يعني عن جد غريبين جدا. تخيلوا يعني حنروح ونطلب بهذا المنظر بعين سيسي. ايه هذا السوي ابل فابتشينو اللي منزلينه جديد على الهالوين، لونه اخضر واسود وشكله كتير مرعب. وهي هي كولكشن بامكن سبايس اللي كمان منزلينه على الهالوين. نحن رح نطلب منهم ايس لاتيه باليقطين، وهدول هن المشروبات الهالوين صارت عنا هون. شوفوا البامكن سبايس ايس لاتيه لونه اورنج، يعني نفس اليقطين تماما. وهي السبوكي المفروض يكون شبح. صراحة هذا المشروب كتير غريب، شلون تفاح حامض ومعه وايت موكا؟ بدي جرب هذا الأسود. تخيل هو وايت موكا بس صابغينه بودرة سودا عشان انه عساس يخوفوا هيك. ايه على فكرة كتير متحمست له. يلا بسم الله. طيب تفاح وريني. وايت غريب والله، كتير غريب، بس توقعت يكون حامض لأنه كانوا كاتبين انه حامض. غريب ومو سيء، يعني بتحسوا عن جد فيه طعمة الوايت موكا، في طعمة تفاح بنفس الوقت. يعني على فكرة عرفانين يزبطوا والله. ايه والله لذيذ، بس ما اظن رح اشتري مرة تانية، مستحيل. بحس هي حركات للولاد الصغار، يعني مشروب للصغار يشربوا مو للكبار. بما انه الولاد الصغار ممكن يحبوه، فخلينا نشوف سيلين لو رح تحبه. شو رأيك؟ طعمته تفاح بس مو حامض. يعني عجبك ولا لا؟ طيب بس يمكن الكافي أطيب. طيب على سيرة القهوة بدي جرب هذا الشيء. شو هاد لونه أورنج؟ يعني كيف عاملين لونه لهالدرجة نفس لون اليقطين؟ البومكن سبايس نفس ما قلت لكم عليه جدي آخر مرة طعمة برياني، بس خلينا نجرب الآيس لاتيه يمكن أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عن جد طعمة برياني معصور أكتر من هداك. أسوأ صح؟ هداك لأنه كان فيه كريمة كان أحسن. مستحيل مستحيل المشروب، يعني عن جد هالوين مرعب وسيء وبشع. يقطين تخيلي تحبه. لا مستحيل حدا يحبه، كيف ما تحبوه؟ فهموني. خلونا نجرب هذا الشيء اللي هو شبح أبيض وحاطين عليه هي الشريطة الأورنج لأنه ألوان الهالوين. يعني شو هاي، شوكولات ولا كيك ولا شو؟ والله احس انه طيب ابدا. تخيلوا هي كانت بعشر دراهم كيك. اوه كيك، يمكن لانه اسمه كيك بوب. يعني مو واو بس طيب. اوكي اللي برا مو كتير لذيذ. شو حاطين من برا؟ جوز هند غير اللي فيها طعمه. شو رايك سيسي؟ اتس جود، حبيتوه بس مستحيل اطلبه مره ثانيه الصراحه. طيب شو بتقيموا منيو ستاربكس الهالوينيه من 10؟ 4. قلتي 8؟ والله حس ابدعوا هالمره. بس لا حبيبتي، المفروض البامكن سبايس يكون يعني عاملين طعمه طيبه. بما اننا خلصنا من ستاربكس خلينا نروح على كافي شوب تاني لنشوف شو منيو الهالوين عندهم. هدول الهالوين دوناتس اللي منزلينهم تيم هورتنز. اول واحد هذا الفيس المرعب، وكمان في عنكبوت بس حاسسنا كبه مقليه الصراحه. اخذنا نوعين الدوناتس، البيضه والشوكليت كمان، لحتى نجربهم اثنيناتهم. اي وحده نبدا؟ هاي لون بتحس؟ هاي الابيض. يس. اوه كيوت، المفروض يكون بخوف بس هو كيوت. شكلها جواتها محشيه بالستروبري. طيبه. شوفوا. اوه دم. بسم الله. احس ما حبيت كثير. ثانية حلوه كمان لانه فوقها هذا الشيء نفس الكبه المقليه. طيبه بس حسيتها دونت عاديه. شوفوا هذا العنكبوت ما احلى، والله شكله لذيذ. شكله لوتس هذا اللي فوقها. احس هي اطيب من هذيك. عادي جرب من هي. يلا. هيك هي اطيب. نجرب اللي فوق. واو مسح لكم شيء، الحلويات تبع تيم هورتنز اطيب من الحلو تبع ستاربكس اللي هو هي السبوكي كيك بكثير. وبتعرفوا انه سعر تيم هورتنز احسن، يعني سعر الدونت كلياتها 9 درهم، اما هداك الكيك الصغير 10 درهم. صح والله. خلونا هلا نروح على اكثر من سوبر ماركت واكثر من مكان ونشوف حلويات الهالوين عندهم. هذا مكتوب عليه هابي مونسترز. شوفوا اول ما دخلنا على السوبر ماركت شو لقينا، هدول اليقطينات وعاملين هذا الديكور للهالوين. ما شاء الله رح تكسر لهم ياهم. هلا بدنا ننقي بامكن. شفتوا ليش نحن لابسين اورنج؟ بنقوا نفس البطيخه ولا كيف هاي؟ لازم تكون بشعه هي صح؟ شوف هي كيف متحبجه. حبيتها. ناخذ ابشع وحده؟ حبيتها. يلا
ليكو اشياء الهالوين عندهم احلاها. هي بسكوتة اليقطين وهي شبح، وهي فيها ثلاث اشكال بالوان الهالوين، وكمان في هالوين دونتس بس الصراحة عن تيم هورتنز كان شكلهم احلى. كاتبين انه هدول مونستر كب كيكس بس الصراحة ابدا مو شكلهم وحش، شكلهم كتير كيوت. واو شوفوا قسم حلويات الهالوين اللي موجود هون، حرفيا في كل شيء عندهم. ليكو هدول الهيرشيز، هذا كوكي هاوس مرعب، كاتبين عليه انه مسكون بس عن جد شكل الديزاين تبعه كتير حلو. هي الشوكولات على شكل اشباح بيضة. ليكو هاي حلويات شكلها على شكل عين بس عن جد مخيفة. هدول حلويات بس فيكن انتو تزينوهم بالبيت شكله. كندر حاطين هذا الستاند عليه اشياء الهالوين وعاملين هذا الفاكج، فرح ناخده فيه جواته اشياء الشوكولات للهالوين. هذا الشبح هو اول شيء واكتر شيء متحمسة لحتى جربه. كاتبين اسمه شبح عيد الرعب. بدك الصراحة هدول ما طيبين. والله ليكو ما أحلى. Told you. قلتلك. أوكي أعطيني إيده. يخلي إيده الثانية. مو سيئة. بس طعمته كتير غريبة. وقاسي. فيه طعمة بعرفه. تقريبا ما فيه طعمة. خلينا نجرب هدول. ليكو ما أحلى الأشكال. تبعي فتحة. تبعيتها غير، أنا تبعيتها نفسها. مثل مو شايفين على وجهنا إنه الشمس نزلت والإضاءة عم تخف، فرح نروح نكمل تصوير بالبيت بما إنه هلأ رح يصير ليل هون. صافي إجا نضملنا مع كنزة الهالوين، والله كنزته خطيرة. رح نقعد ناكل شوية سناكات معكم ونحكي ونقلكم شو رأينا فيهم. هدول الجليبين هن للهالوين، شوفوا الباكج ما أحلاها. تفضلي نجرب كلياتنا مع بعض نفس الالوان. اوكي اول شيء البنفسجي، يلا نجرب. عنب. ليكو شكله شو كيوت. لا اورنج. اورنج مانجو. انا شوفوا هدول اليقطينات الصغار ما احلاهم. شوكليت ميلك شوكليت. يس ليكو شكله كيف نفس اليقطينه اللي شفناها بالسوبر ماركت بس على صغير. كله شوكولا. كروت الشوكليت توقعت يكون في بسكوت او شيء جوا. شوفوا هذا الكيس فيه اشياء مرعبه هون. ليكو الاشكال اللي عليها ما احلاهم. نو نو كله جوز هند. فكرتيها جوز هند وما حبيتيه على هذا الاساس. خلص هاي طيبه. شوفوا هذا هو زومبي كاندي اند جم. هيك شكله مبين من الباكجين انه شيء حامض. ليكو شكل الزومبي. حطه بعدين بتصير عيل كمان. هذا شكلنا مطولين بس تحتمكم. احس اقسم بالله عن جد اتضايقت من كثر. شو خاصة سنين اذا شو خاصة سنين اللي يحضوني حموت. هاي هي حلوة صلبة مصاصة حارة وحامضة مع مسحوق الفلفل الحار. يعني تخيلوا مصاصة شيبس. ليكو ماي جاد المصاصة حارة. طعمتها مثل خلطة بهارات وعمت الحسيون. نعطاهم هاد الاختراع. ما بعرف كتير بشع الصراحة. وخلينا ننهي الفيديو لأنه بدي روح اشرب مي. لهون يا جماعة بنكون وصلنا لآخر هذا الفيديو. إذا حابين تشوفوا لوكاتنا بالهالوين رح ننزل لكم ياهن بكرة أو بعد بكرة. ضيفونا على الانستغرام، هدول هن حساباتنا هون، وكمان رح حط حسابات سيلين وصافي، ضيفوهن عليهم. وهدول هن ثلاث كومنتات اللي اخترناهم من الفيديو الماضي. إذا حابين تطلع بالفيديو الجاي تأكدوا إنكم عاملين سبسكرايب وتركوا الكومنت تبعكم تحت. بنحب بنحبكم كثير يا احلى ناس وسلام.